اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، التجأت لك وفوضت أمري إليك. معاكم أميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي، بنفكرك بالاشتراك علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بنعملها. فضلت أدور وأبحث عن أجمل وأسهل طريقة لعمل الميني بيتزا لحد ما لقيت الطريقة اللي هنعمل بيها النهاردة. عملت 35 قطعة متوسطة، كانوا ممكن يبقوا أكتر لو كنت صغرت الكور شوية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا أول حاجة كيلو دقيق. الدقيق لما أجي أشتريه يكون مكتوب عليه إن هو متعدد الاستخدامات أو لجميع الاستخدامات. دايما بحط المكونات الجافة الأول. هحط معايا معلقتين كبار سكر، هحط نص معلقة ملح كبيرة، هحط معلقة بيكنج باودر كبيرة ممسوحة. الخميرة بتاعتي متعودة ان انا دايما بختبرها، لكن علشان انا مجربة النوع ده وعارفة كويس هستخدمه على طول. هحط معلقتين لبن بودرة. اللبن البودرة بيدي طراوة رهيبة للعجينة بتاعتي. خلصت المكونات الجافة بتاعتي كلها، هقلبهم مع بعض كويس. هنزل بيه كوباية من الزبادي، هنزل بنص كوباية زيت. كل ده هرجع اقلبه تاني كويس في الدقيق. هاخد لي حوالي دقيقتين علشان اتأكد ان الدقيق اتغلف كله بالزبادي وبالزيت، والخطوة دي خطوة مهمة. اركن المعلقة واستعمل ايدي الجميلة اهي. بصوا الدقيق بقى عامل زي الرمل المبلول. اتأكدت ان الزبادي والزيت كلهم غلفوا الدقيق بتاعي اهم، حتى باين على ريحته. دلوقتي انا معايا كوباية ونص مية دافية. انا مش عارف اذا كنت هستخدمهم كلهم او هزود عليهم او هنقص منهم. ليه؟ لان كل نوع دقيق بيختلف حسب النوع التاني. اول حاجة هاخد كوباية. اهم حاجة المية دي لو سخنة او لو ساقعة الخميرة مش هتشتغل معايا. لو انا عندي عجان طبعا هيسهل معايا كتير. حطيت كوباية الا حاجة بسيطة من المية، وهبدأ بقى ان انا اقلب بالراحة كده. شوية شوية هنزل بالمية، يعني اقلب وانزل بشوية مية لحد ما الاقي العجينة بتاعتي ظبطت معايا. العجينة اخدت معايا كوباية ونص مية كلهم. انا دلوقتي كل اللي هعمله بس هشيلها وهدهن البولة بتاعتي زيت علشان خاطر لما تخمر وتعلى ما تلزقش في البولة، وهدهن وشها زيت خفيف برضو. بعد كده هغطيها بأي حاجة عندي تكون تقيلة وهسيبها لمدة 45 دقيقة، ويستحسن تكون في مكان دافي. علشان نعمل الصلصة بتاعت البيتزا بتاعتنا هنحط معلقتين كبار صلصة، وهنحط عليهم حوالي معلقتين زيهم كاتشب. احنا هناخدهم كده بالويم. عندي التوابل بتاعتي عبارة عن نص معلقة صغيرة بابريكا، معلقة كبيرة زعتر، نص معلقة توم باودر صغيرة، نص معلقة بصل باودر صغير. هنزل بيهم على الصلصة والكاتشب، وهحط حوالي معلقتين صغيرين زيت. كل اللي انا بقول عليه ده بقى هقلبه كويس قوي. بعد ما عدى معايا 45 دقيقة تقريبا هكشف على العجين. بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين حجمه ضاعف حوالي مرتين. هركنه على جنب وهدي رش دقيق خفيفة، وهبدأ ان انا انزل بالعجين بتاعي. هحاول اني انا اقسمه نصين علشان ما تبقاش الكمية معايا كبيرة وصعب اني انا اتحكم فيها. هاخد النص التاني وهركنه عندي. حابة ان انا استعمله دلوقتي مفيش مشاكل، حابة ان انا اركنه في التلاجة او في الفريزر برضو مفيش مشاكل.
هحاول بعد كده اني انا اقطعها لحتت مش كبيرة قوي، على اساس ان كل قطعة من دول هتكون هي الميني بيتزاية بتاعتي. بعد ما قطعتهم معايا بالمنظر ده هبدأ اشتغل في واحدة واحدة، ولكن هغطي الباقي علشان خاطر ما ينشفش. الاول هجيب الصينية بتاعتي اللي انا هشتغل فيها وهدهنها اي مادة دهنية. هبدأ اني انا امسك كورة كورة او قطعة قطعة واعملها على شكل كورة اهو، احاول اني انا اخليها مدورة على قد ما اقدر. وبعد كده هحطها في الصينية بتاعتي. طبعا احاول اني انا اخلي فيه مسافة بينهم وبين بعض علشان خاطر ما يلزقوش في بعض. في طريقة تانية لو انت مش حابة تعمليها رول او حاسة انت مش هتعرفي تتحكمي فيها، بتمسكي حتة من العجين كده، عارفة الزلابية، وتروحي مطلعة حتة كده زي بتاع الطعمية ما بيعمل اهي. الحقيقة انا قلت طالما هولع الفرن اعمل الكمية كلها بتاعتي. هم عملوا لي حوالي 35 قطعة، هسيبها ترتاح حوالي تلت ساعة، وفي الفترة دي لازم اغطيها وهروح علشان اجهز الحشوة بتاعتي. دايما حاولي ان المكان اللي انتي بتشتغلي فيه يكون نظيف، علشان على ما تخلصي الاكل بتاعك تكون كل حاجة نظيفة. حشوة معايا بتكون اختياري، مكس جبن، قطع فراخ، مفروم، تونة، سوسيس، زي ما حابة. النهاردة انا هعملها بسوسيس، مشروم، زيتون، حلقات بصل. الطماطم مش هكتر منها، انا قلت قبل كده ان الطماطم لما بتتحط على البيتزا بتبوش العجينة اللي تحتيها وبتدبل وبيبقى شكلها وطعمها مش ظريف، علشان كده انا هحط كمية بسيطة. هننزل بقطع السوسيس وهننزل بالمشروم بتاعي وهننزل بالزيتون وهننزل بالطماطم، هحط عليهم رشة زعتر بسيطة. انا عملت ميكس جميل كده مع بعضه. الحشوة ده فنجان، هنزل الفنجان كده حرفه في الدقيق وهفرد. شايفين؟ شايفين انا بعمل ازاي؟ البيتزاية حاجة بسيطة كده وهروح نازلة بالفنجان اهو، مش اقطعها، لا انا بعلم بس الشكل. شايفين بقت عاملة ازاي؟ هحاول اقرب لكم البيتزاية علشان تشوفوا اهي، شايفينها بقت عاملة ازاي؟ هاخد الجزء اللي تحت ده وهخرمه بالشوكة علشان انا مش عايزة يعلق، انا عايزة الجناب بس هي اللي تعلى معايا اهي. تمام؟ هحاول كده اني انا ابرز الجناب علشان تبقى باينة كده كده. خلاص طالما انا خرمتها بالشوكة هي مش هتعلى معايا، هكرر الخطوة تاني. اهم حاجة لما اجي افرد الكور اللي عندي لو حسيت ان هم هيبدأوا يلزقوا في بعض هجيب البيتزا الزيادة وحطها في صينية تانية علشان خاطر لما تدخل الفرن وتتختمر هتلزق في بعضها اكتر. بعد كده هجيب الصلصة بتاعتي واحاول انزل بيها في الجزء اللي في النص واسيب الجناب بيضة وعدا علشان الشكل الجمالي مش اكتر. بعد ما فردت الصلصة هجيب حلقات البصل اللي عندي وهنزل بيها على الدايرة اللي انا عاملاها. خلصت حلقات البصل هجيب بعد كده الحشوة وانزل بيها فوق الصلصة في الجزء اللي في النص بالظبط. بعد كده هنزل بالجبنة الموزاريلا، ولو حابة ازود رومي مبشور او شيدر مفيش مشكلة. خلصت الكمية كلها هدخلها فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 لمدة من 30 ل 35 دقيقة. اخدت معايا في الفرن حوالي 30 دقيقة، وبعد كده ولعت عليها الشواية من فوق لمدة 5 دقايق تقريبا. عايز اقول لكم لو كنت صغرت الكور عن كده شوية كانوا ممكن يعملوا لي 50 قطعة. عجينة هشة جدا وقطنية وطعمها اكتر من رائع. خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في الفيديو القادم، ما تنسوش الاشتراك في القناة واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.